عسلامة. عسلامة. لاباس؟ أنا مواطنين بالخارج في منشن، عندي 55 سنة غادي. المرة هذه عمرها ما صارت لي، جيت أنا ومرتي، أعطونا الجيان والروتور ما أعطوناش. كلمت صاحبي في منشن، كلمهم، قال يمشي للتونسير تو يلقى اسمه واسم مرته في السيستم. هاني ماشي. جاء اسمي واسم مرتي، قالت لي حتى يجي لوكي. تو هذه شنو هي الحكاية هذه؟ وكل عام اللي نجي وندخلوا بالعملة، خدموا في الناس وندهن ونعملوا، كل ما جاز كيلو روز 7500 انا نقدر عليه وانت ما تقدرش عليه، صحيح ولا لا؟ مش عندي لحظه، انت عندك مشكله مع التونسير معناها حاليا، اللي هي معناها الروتور نتاعك. الروتور ما فماش. اي هكا نورمالمون انتم معناها تاخذوا الي وروتور هكا ولا لا؟ نساو ما عطونيش الروتور. كيفاش نساو؟ انا مشيت لفرانكفورت من منشن، تلهينا بالواحد عطاوني كان الجيان والروتور ما عطاوني. كلمتهم قال لك برا امشي لشارع حبيب بورقيبه تو تلقى اسمك واسم مرتك في السيستم. جيت انا ومرتي نلقى اسم مرتي في السيستم، قالت لي حتى يجي لوكي. شنو هاللوكي؟ مانيش عارف شنو هي الحكايه. اذا صارت توا هاني ماشي انا توا، ان شاء الله ربي يسهل. نسوا كي نحكيو على خدمات الموجوده في المطار وتونسير والكل، شنو تقييمك لها معنا؟ والله يا حسرة على التونسار، ويا حسرة على البابور الحبيب، ويا حسرة بشات الدنيا هذيك. علاش يا حسرة؟ احكينا على الوضعية الحالية الموجودة. الحالية غالية الطيارة، الطيارة غالية، والخدمات ماهيش باهية، والماكلة ماهيش باهية، ولد صغير أنا تعطيني في كاسكروت قد هكا، وندفع 4 ملايين ونص في لوستونس باش جاي أنا ومرتي. هذه بلاد هذه توا، لا حول ولا قوة إلا بالله. عائلات ما حبتش تجي من غادي. صاحبي عنده 5 وهو ومرت 10 ملايين باش يجي لتونس، كان في البابور ولا في الطيارة. يلزم الرئيس يعمل لنا حل. مالك كيفاش؟ يعني تردي للخدمات يخليكم انتم ما عادش تحبوا تهبطوا لبلادكم؟ شو يهبطوا الناس؟ اللي عنده 5 و6 في العائلة كيفاش تحبوا يهبط؟ ما لا مشكلة كبيرة ياسر. يوم تزوز من الناس ب 4 ملايين ونص انا هبطت في التونسير ماشي وجاي. والله ايش نحكي لك؟ قداش عندك؟ الوضع هنا بفلوسك وما تلقى شيء. انا جايين باش نحكيو فيه الموضوع ذي. قداش عندك انت ما جيتش لتونس؟ نعم. قداش عندك ما جيتش لتونس؟ عام عنا. عام ما بين عامنا وسنا فما حاجة. عامنا والاحسن من السنا. كلموا الواقع. عمنا في كل شيء معناها؟ اي في كل شيء، وانت تمشي تلقى موجود، فما الغلاء، ما توا زادت غلاء اكثر وقت. احنا نعرفوا كي نحكيو على الغلاء، مش كان تونس معناها موجود فيها الغلاء. مش على اوروبا بالطبيعه، ما هناك بالاورو، احنا في تونس بالدينار. 10 في قهوه واحد يشرب والاخرين يتفرجوا عليه. نتكلم في الواقع راه. تعاركت انا واحد طالب في المحمديه البارح. علاش؟ قلت له يجي نهز نوكلك. مفطر قال لي لا انا عندي عائله ب5 يلزمك توكلهم الكل. نخدم عليك انا، قلت له عندي ناس زاد قلال نعاون فيهم. سامحني، الشخص اللي تعاركت معاه هذايا طالب يطلب، قال لي عايش متسوق. متسوق؟ قلت له اجي كول واشرب نخلص عليه. قال لي لا، حبيت تعمل الخير انت. اي هو لا يحب فلوس باش يمشي يسكن. كي نعرفوهم توا احنا توانسه ونعرفوا الخدمات برشا، مش كلهم يحبوا فلوس. الظواهر هذه تقلقك؟ نعم. الظواهر هذه؟ هذه ما تصلحش بكل بصراحة. لكن الظواهر هذه مش موجودة كان في تونس، حتى في البلدان الأخرى موجودة. لا ماشي. ما فماش متسولين؟ تفهم متسولين بنظام المتسولين، ألمانيا كي نقول لك قد شعر اللي في راسك متسولين، البوليس يشد ويقسم معاه بالشطر. صور 150 نور وينحي له 75 نور. طلعوا الفكرة هذه. متسولينك اللي جايينك اللي عاملين مجرين معناها الغير شرعيين. هم الالمان قاعدين يتسولوا ولا التوانسه، فماش منها الحكايه. اما مش كيما تونس، مش كيما تونس. انا مشيت للمغرب وكان نشوف الفقر اللي في المغرب، تقول لا حول ولا قوه الا بالله. ما فماش بلاصه ما فيهاش طالب. هاي بلاد عربي. هذا يعني انه مش تكون تونس معناها فيها الخايب. بلاد البلدان العرب. اما اوروبا لا، فيها اوروبا يطلبوا هذاك مخلين كاكوبر بجراء سلاح. والله بلادنا كل عام هي التالي ليس قدام.
والله العظيم شيء يأسف ياسر. رغم المشاكل هذه الكل، ما نصورش انك ما تحبش تونس ولا ما تحبش تجيل تونس. والله العظيم لا نحبها تونس، نحب كل الماكله نتاعها، هاني نحلف ما نحبهاش. على خاطر الاخلاق نتاع العباد فز. الخوه ما يكلم خوه، تخيل تسمعني. نسمع فيك. الخوه ما يكلم خوه، الاخت ما تكلم اختها. ها وعلى الشباك يمشوا للمحكمه يحكم عليها. بربي سامحني عايشة، انا راني لهنا. لا لا سامحني. وسع بالك. ما نوسعش بالي، عوج اللي شفته سنة عمري ما ريته يا راجل، عمري ما ريته في حياتي. خدنا الاخلاق زاده. اي نعم. تو انت اختك ما تكلميهاش، اختك جايين فرد نصران، ولا اخوك تشكي بيه على الشباك باش يسكروا يخسر 3 ملايين ويمشوا للمحكمه. هذه باهي كانت عندنا، هذه قبل ما كانتش عندنا. يعني فقدنا صلة الرحم زاد. صحيت عليك نور. انا مشيت للامام وحكيت له، قلت له بجاه ربي يجيب خطبه على صلة الرحم. مشيت للامام نهار الجمعه وحكيت معاه على صلة الرحم. تفقدت صلة الرحم في تونس. وماذا بهم اللي عندك عندهم هم، والحسد والبغض واللهوه، فلان عنده فلان ما عندوش. هذه قالوا عليك عندك ويحسدوا فيك. يحكوا على الناس الكل توانسه. انت شخصيا معني تعرضت له شيء ذي؟ حسدوك وقالوا هاو عنده هاو. وحسدوني كان انا؟ حتى انت حاسدينك. حتى انت حاسدينك مش انا. تحكي على الحسد. الاخلاق والرحمه وفات وفات تونس بالمجد وفات. ما نجمش نقولوا وفات تونس. انت ما عندك انت ما وفاتش. سبحان الله ماشي التالي ليس قدام تونس عايش. تو عاجبك الوضع انت هنا؟ عاجبك؟ انا متاكده انك انت تو تحكي هكا، والعام الجاي ان شاء الله باش تجي. لا ان شاء الله، انا بلادي هذه تولدت فيها لازم نجيها. يجينا هيش. هاني نصرف في 4 ملايين ونص ماشي جاي باش نجي البلاد. يجينا هيش. دوري العالم كامل، ماكلة تونس ما تجيهاش. دوري العالم، تركيا، المغرب، اسبانيا، ما تلقيش ماكلة تونس. انسي الماكلة تاع تونس وحدها. برافو عليها. هاي ربي معكم. هاي شو نخلي لك توا كلمة الختام؟ هاي كلمة الختام. ها؟ كلمة الختام. ان شاء الله ربي يجرعها الصلاح. هكا شنو تحب تقول التوانسة؟ التوانسة انا نعلمهم يمشيوش يحرقوا، خاطر قاعد نشوف الوضع غادي. الشباب كيف ضايع، ما يحرقوش احسن. يمشي بكونترات ومتضمن. المانيا طالبه الشيفوريه، طالبه الفرمليات، طالبه الطبه، طالبه الصنايعيه. يعمل واحد ويبعثوا له كونترات ويجي. علاش يحرق؟ البارح واحد يخدم لي هو ابوه في مورناك في الثانيه، عنده الباك يحب يحرق. قلت له ما تحرقش يا ولدي. قال لي ها هو واحد جارنا باش يبعث لي. قلت له انا نبعث لك وتجي غادي من صعرفت بيك. قال لي حتى هو قال لي هك باش تقعد بطال وتقعد تتلاوح بيت في الجوامع. هاي ربي معكم.